السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعار الدولار الأمريكي والعملات العربية أمام الجنيه المصري اليوم. هنبدأ بالعملات العربية. الدينار الكويتي سجل 97 جنيه وقرش واحد للشراء بزيادة 10 قروش، 100 جنيه و65 للبيع. الريال السعودي 8 جنيه و19 قرش للشراء، 8 جنيه و22 قرش للبيع. الدرهم الإماراتي 8 جنيه و38 للشراء، 8 جنيه و40 للبيع. الدينار البحريني 79 جنيه و46 للشراء، 81 جنيه و84 للبيع. الريال القطري 7 جنيه و88 للشراء، 8 جنيه و43 للبيع. الدينار الأردني 42 جنيه و77 للشراء، 43 جنيه و49 قرش للبيع. أما الدولار الأمريكي اليوم في البنك الأهلي المصري 30 جنيه 75 للشراء، 30 جنيه 85 قرش للبيع. أما الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر 30 جنيه 75 للشراء، 30 جنيه 85 للبيع. بنك القاهرة 30 جنيه 85 للشراء، 30 جنيه 95 للبيع. البنك التجاري الدولي 30 جنيه 85 للشراء، 30 جنيه 95 للبيع. أما بنك البركة 30 جنيه 85 للشراء، 30 جنيه 95 للبيع. مصرف أبو ظبي الإسلامي 30 جنيه 88 للشراء، 30 جنيه 93 للبيع. بنك كريدي إجريكول 30 جنيه 85 للشراء، 30 جنيه 95 للبيع. بنك اسكندرية 30 جنيه و85 قرش للشراء، 30 جنيه 95 قرش للبيع. أما قناة السويس، بنك قناة السويس سجل الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري اليوم في بنك قناة السويس 30 جنيه 85 للشراء، 30 جنيه 95 للبيع. بنك التعمير والإسكان 30 جنيه 85 للشراء، 30 جنيه 95 للبيع. طبعا دي الأسعار يا جماعة في البنوك المصرية، دي الأسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه في البنوك المصرية. طبعا في طبعا السعر الموازي في السوق السوداء والكلام ده أنا ما بعملوش، بس أنا شفت سمعت النهاردة أنه هو ب 35.5 الدولار أمام الجنيه المصري. فضلك اللي ما اشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل الجرس ويعلم على علامة الكل ليصله كل جديد. شكرا جزيلا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.